في أول خطوة في إطار وقف الإطلاق النار لمدة 3 أيام تم الاتفاق عليه الخميس بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة لإجلاء المدنيين العالقين في أحياء حمص القديمة بوسط سوريا والسماح بتقديم مساعدات إنسانية لمن هم داخلها. خرج عشرات المدنيين الجمعة من الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في المدينة والتي تحاصر أيضا القوات النظامية منذ أكثر من 6 يوم. وصلت الحافلة الأولى ووصلت الحافلة الثانية وتم استقبال الخارجين من المدينة القديمة وتأمين كل الإغاثات الضرورية لهم من طبية وغذائية وما شابه، وهناك حالات مختلفة لكن في معظمها هي بسيطة. ويشكل هؤلاء المدنيون دفعة أولى من نحو 3000 شخص ما زالوا يقيمون في هذه الأحياء بانتظار دخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة اليوم السبت. وخرج هؤلاء المدنيون على متن 3 حافلات كبيرة لنقل الركاب رفعت شعار منظمة الأمم المتحدة للهجرة.